قلبها متعلق بالحسين، خاف يفطر قلبها، يقول لها الحسين انقتل الآن تسقط ميت. صار يريد يمهد لها المصيبة، قال لها قتل جعفر، قتل عبد الله، قتل عون. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا سألتك عن عبد الله؟ سألت حبيبي البقاء والخلف برأس الحسين. قال لها لقد قتل أبو الفاضل. يقول شفت إيدها انفرجتا، يديها انفرجتا حتى سقط الرضيع الذي تحمله على الأرض. وضعت يدا على خاصرتها وأشارت إلي بالأخرى، قالت يا هذا فطرت قلبي. كلما سألتك عن الحسين أجبتني بحبيب من الأحبة، فلتذهب أولادي ويبقى الحسين سالم. قال لها إذن خذي حجرا من الأرض واضربي بها جبهتك. قالت ولماذا؟ قال فلقد قتل الحسين بكربلاء. وصرخت برفيع صوتها وهي تلطم بعشرها على وجهها، وحسينا وسيدة. ثم التفتت إليه وقالت حدثني من بقى من آل الحسين وعياله. اجركب لولا ومن بقى في ركب الحسين؟ قال بقى علي ابن الحسين وقد أقبل بعماته وأخواته. قالت علي ابن الحسين تقول رجع بعماته؟ أسألك زينب يعني رجعت؟ زينب بنت أمير المؤمنين هم رجعت ويا زين العابدين؟ قال بلى، هم على مشارف المدينة. وإجت مسرعة أم البنين، اسمع حبيبي، ووقفت على باب الخيمة وإذا بها ترى نساء باكيات وأطفال يصيحون والكل ينادي وحسينا. صاحت سلامي عليكم يا الخواتي، في وين زينب يا نساوين؟ قالوا لها هلي التبكي وتغل دمعة العين. قالوا لها هلي تشوفين تبكي وتذرف دمعة العين، مكسورة الخاطر على حسين، عين على حسين وحزني على حسين. جاءت إليها وقفت عندها، تأملت في وجهها. زينب تعاينها ودموعها تجري على خدودها. أم البنين تعاين، هاي زينب، وين زينب؟ وين هاي المرأة؟ هاي منتحلة بدنها، ضعيفة، تغيرت ألوانها، حتى رموش العقيلة زينب صارت بيضاء. قالت بنية أنت زينب الهاشمية؟ بكت زينب. قالت أمه ما عرفتني؟ بالأمس كنت أدعى زينب الهاشمية، اليوم أنا زينب المسبية، أنا زينب الضائعة الغريبة، أنا زينب الخارجية. ضمتها إلى صدرها اتقلها يا زينب يا ستي كيف الأحوال؟ كيف الأحوال بين العشيرة وذيك الرجال؟
ليش رجعتين حرمة تايح البال وارث الايادي حزوز الحبال ودخلت الخيمة وزادت الصيحة عليها ذيت بشي كافلها وذيت بشي وليها وزينب الحارة تبشي وتعاين إليها ومن شافت امها زادت عليها المصيبة صاحت يا يما انا زينب لا تدورين حقك يا يما زينب ها ما تعرفين شفت الهضم والذل يا يما عقب الاحسان من عفت خي على الثرى جثة خضيبة اخ جسم انتحل لون انخطاف بالطف يا يمك عطشان اخويا وانذباح وما تروه وصوت الشمر بمتون يا يوم ما تلو وعفت الشهيد على الثرى جثة سليبة وسمعت النخوة واعتنت لهم الابنين يلا اقرا وياي سمعت النخوة واعتنت لهم لابنك احنا تقبلها وتضم زينب بليده وتصيح ويش احوال قلبك بعد الاحسان من عفت خيج بالثرى ورحتي غريبة صاحت يا يما شفت اخو يا فوق الرمال يحفظ برجله والشمر فقابل نعه صيح وحسينا وسيدا شفت خايا وصاحت يا يما شفت خايا فوق الرمال ايه يحفظ برجله والشمر فقابل نعك وشفت الكريم على الرموح وبهر الاعياء ومن يلتفت يمي يصب دمع صبيبك اما شفت الخيام بالنار يا يما احرقاها ويتام اخويا حسين يا يما ولوها وسكن العزيز بصوت يا يما ضربه من لاذت بجسم الولي زايد نحيب ضمتها الى صدرها اسمع هاي الكلمة قالت بني زينب احرقت قلبي فطرت قلبي تقولين الشمر صعد على صدر الحسين
ونعله في رجليه. بنية أسألك أين أبو فاضل وين العباس؟ لماذا يسمح للشمر أن يصعد على صدر أخيه؟ أصاحت دمع العين أن يجري ويا الأنفاس في وين عن صبط النبي مختفل عباه. قال كسر ظهره قبل بالخيل ينداس آس من شاف مرمع للنهر جثة خضيبة كف العتب عن العضي دوجذ بونا حامب ما يلعين يا يما خدرنا اخ قطع وجفوفه وانقطع منا املنا اه وانفضخ راسه وحلته علينا المصيب. صاحت دمع العين يجري فوق الاخدر اتمنيت عند من الوليد 70 ويزود فدوى تروح بكربله السر الوجود ويرجع حبيب المصطفى لديار طيب. عظم الله اجوركم. بعد دقيقتين ثلاث أريد أخذك وين؟ إلى أم البنين على فراش المنين في آخر لحظاتها ما فتر أنينها على الحسين كانت تبكي على حبيبها ليلها نهارها. اللي يصير على فراش المنين حبيبي يتألم يتأواه مرة يقول آه ومرة يقول آخ خصوصا إذا منكوب ومنحول جسمه وهاي المرأة كلما تقلبت صاحت حسين تنقلب شمال تنادي حسين يمين تصيح حسين وإجت زينب وآل بني هاشم إليها. الآن زينب واقفة وإذا أم البنين تلتفتها أرسم لك المنظر وأريدك تعيش الصورة بقلبك يا مولاي كأني بزينب واقفة أم البنين تشير إليها تقولها بني أعندك رسالة سلام أوصله إلى أخيك الحسين أني رايحة بني في أمان الله. قالت لها بلى أمه أريدك أن تبلغي إخوتي وأحبتي عني السلام أريدك تسلمين على الحسين على عبد الله على جعفر على عون. ثم اختنقت زينب بعبرتها قالت لها حبيبتي وعباس ما أوصل له سلام أبو فاضل إلي سلام لو لا أخذ إلى سلام. قالت بلى يا أما سلمي لي على أبي الفضل أنا عندي وصية أريد أشتاخذيها للعباس تخبرينا أريد يطلع على الأحداث وعلى تفاصيلها حتى ما يقول أنا ما خبرتها. إش عندك بنية يلا وياها أبيات الدعاء أسألكم الدعاء يم البنين الأربعة أفصل له الحال يم البنين الأربعة فصل له الحال الزوم يدري حسين داس الشمر بن عبد الزوم يدري حسين راسه فوق عساه الزوم يدري الخيل رضت جثة حسين يم البنين المعذرة آخر وصي
يا الله يا الله يم البني للمعذرة آخر وصيك قولي لزينب دشتي مجلس دعية آخ بعد بعد ما عندك يا بنية وماتت على أبوها من الحسرة رقي يا الله يا الله وماتت على أبوها من الحسرة رقي وياش تنسي هالمصيبة يا ملب أحسين.